وللمزيد مشاهدينا من المتابعة في هذا الصدد ينضم إلينا هاتفيا دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية بالخارجية بوزارة الزراعة. دكتور سعد بعد التحية، كيف ترى البرنامج الإطاري الجديد لعمل منظمة الفاو في مصر وأيضا انعكاسه على دعم قطاع الزراعة في مصر؟ اهلا بك يا فندم. انا بس عايز اوضح في البدايه ان هذا الاطار الحقيقه هو بيحكم منظومه العمل ما بين منظمه الغذاء والزراعه الفاو ووزاره الزراعه بجمهوريه مصر العربيه. هو اطار عمل مدته 5 سنوات، بيكون منظمه الغذاء والزراعه بتقترح فيه الميزانيه الحاليه الحقيقه الموجهه ل دعم لأنشطة الزراعة داخل جمهورية مصر العربية تبلغ حوالي 71 مليون دولار. الإطار النهاردة تم توقيع أو شهد توقيع دولة رئيس الوزراء وقام بالتوقيع عليه معالي الوزير السيد القصير والدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والمدير الإقليمي لمكتب الفاو في القاهرة. هدف هذا الإطار زي ما ذكرت هو دعم الأنشطة الزراعية والتنمية الريفية بكل يعني الأنشطة المرتبطة بها بما فيها دعم صغار المزارعين وأيضا توجيه جزء كبير من الميزانية ل يعني ضخها ناحية مشروعات الدعم الفني. العلاقة منظمة الأغذاء والزراعة بوزارة الزراعة الحقيقة وجمهورية مصر العربية هي علاقة تاريخية. انضمت مصر الحقيقة وتعتبر مصر من الدول المؤسسة الأعضاء في منظمة الأغذاء والزراعة من منذ السبعينات، ومنذ يعني تم ضم مصر للعضوية، ومنظمة الأغذاء والزراعة بتشتغل من خلال الإطار القطري لكل دولة اللي هو بيحكم عمل المنظمة داخل الدول الأعضاء. عظيم جدا. دكتور سعد، تم الإعلان من قبل الفاو وأيضا بالتزامن مع سلامة الغذاء، تم الإعلان عن مشروع، هذا المشروع يهدف إلى تحسين الرقابة على الأغذية في مصر. السؤال هنا، كيف يمكن لهكذا بروتوكولات تعاون أن تقوم بتحسين المنتج بما يتواءم مع المعايير الدولية فيما لا وصل بالمنتج، منتج الغذاء يعني؟ حضرتك عارف ان احنا عشان نصدر منتج زراعة جيد لابد ان تتوافق مع صحيح. التشريعات الزراعية والمعايير الدولية طبعا صحيح. للدول صحيح. فالنهاردة موضوع الرقابة على الأغذية وسلامة الأغذية ده موضوع مهم جدا بالنسبة لنا. احنا كحجر زراعي وهيئة سلامة الغذاء في مصر الحقيقة حريصين جدا على ان منتجنا الزراعي يكون منتج جيد منافس خالي من الملوثات. الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي منوطة بمراقبة سلامة الأغذية سواء داخل جمهورية مصر العربية او حتى على المنتجات، مراقبة المنتجات اللي هي بتصدر لدول العالم الخارجي. يعني الفاو في هذا البروتوكول دكتور يعني ما هو إلا مستشار يعني؟ لا، بروتوكول التعاون ده بيخدم مصر في انه هو بيوفر لك الخبراء العاملين في هذا القطاع، بيدرب العاملين في هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري ايضا على ازاي تعمل انظمة حوكمة على المنتجات الزراعية ابتداء من المزرعة وحتى وصول المنتج للمستهلك. احنا عاملين الحقيقة منظومة تكويد عالية جدا داخل جمهورية مصر العربية منذ 21. الحجر الزراعي قام بها منذ حوالي 2 سنين زي ما ذكرت. وهذا الأمر الحقيقة يعتبر من الأنظمة الجيدة جدا اللي قللت ورشدت الاستهلاك اللي هو الغير مرشد المبيدات اللي كانت بيتم رشها بالمنتجات الزراعيه. النهارده مصر عشان الحقيقه هذا النظام ساعد مصر في ان هي تتبوأ المكانه الاولى في تصدير البرتقال لمصر. مصر بقى لها 2 سنين او دي 3 سنة على التوالي ان احنا منتج الفراوله كمان يا دكتور سعد البرتقال وايضا ثاني دول العالم في تصدير الفراوله. ايضا هناك يعني الحقيقه يعني قرارات وتشريعات قامت بها وزاره الزراعه. هناك ايضا تكليفات ومتابعه مستمره من معالي وزير الزراعه السيد قصير
بمتابعة تعزيز الصادرات الزراعية المصرية. هو بالنسبة لنا ملف مراقبة الأغذية وسلامته ده ملف مهم جدا. نعم. وحاليا الدولة المصرية بتعيه كل الاهتمام. نعم. واحنا حريصين جدا ان سواء كان المستهلك المصري داخل جمهورية مصر العربية، المواطن المصري ان هو يستحق ان عظيم. يحصل على غذاء غير ملوث آمن وصحي ومستدام. نعم، شكرا جزيلا دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا.